حصل ولا ما حصلش. انا في حاجات طبعا الاطفال ما لهمش فيها. في مرحله ما اتعرض عليا جواز صالونات. هنا حصل هنا ما حصلش. ده حته ثانيه. انت ما حصلش. لا طبعا ازاي ليه اتعرض ازاي يعني للبنات السؤال بالظبط. كنت بعمل الفوازير كان عندي 19 سنه. فواحد جه راجل ضخم جدا جدا التلفزيون في ماسبيرو وراح عند الامن تحت قال لهم انا جاي اتجوز شيرين رضا. فانا كنت نازله خلاص خلصت فخلوني انزل من باب تاني لا واقف وانا جايه لها وهتجوزها بالعافيه. ما تعرفيهوش يعني؟ لا لا جاي من الاقصر باين. جواز محافظات ده حد مهووس بيكي. مش جوازه اكيد. طب